مهرجان الختامية السنوي انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. انطلاقة شوطنا الرابع، هذا الشوط الذي خصص للقعدان لسن الإذاعة ولسن الإمتاع للقعدان المهجنات الأصايل. المسافة هي 6 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من يحتل الصدارة ينطلق يتقدم في هذا المسار. والانطلاق شاهين، تعود الملكية لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، ولكن من الجانب الآخر يغير مباشرة على الصدارة على مقدمة الشوط والمركز الأول جور غانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري، من يقدم لنا جورياتي مع الصدارة. ثاني المراكز شاهين لسالم بن علي بن راشد الغيلاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وراء الوصول في ثالث المراكز من زعزاع يصل في هذه اللحظات، تعود الملكية لسيف بن بطيب بن سيف السبوسي مع المركز الثالث. أما اللي في المركز الرابع يتقدم مشاهدينا الكرام ويصل في هذه اللحظات، ينطلق بهذا المسار والانطلاق مشكور راشد بن خلفان بالشاوي الغفلي مع المركز الرابع. خامس المراكز وصل مشاهدينا الكرام الطيار لأحمد بن حميد بن دويس الشامسي. أما اللي في المركز السادس هنا مشاهدينا الكرام ينطلق سنجار عبد الله بن راشد بن سعيد، هنا مقدم لنا سنجار في هذا المسار والانطلاق أو سنيار لعبد الله بن راشد بن سعيد، من قدم لنا سنيار وصل في هذه اللحظات مع المركز السابع. مشاهدينا الكرام شاهين عبد الله بن عامر بن قنوش العامري، انتقل مباشرة إلى المركز الثامن وراء الواصل القادم في هذا المسار هو الانطلاق العابر جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، من يقدم لنا العابر. المركز التاسع وصوله مشاهدينا الكرام من ذباح لخالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العقمي. اما اللي في المركز العاشر ينطلق مشكور لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. ها هو النداء الاول للمراكز المتقدمه، نعود مع البدايه ومع مقدمه الشوط ومع الصداره والمركز الاول. يا سلام في هذا الانطلاق والمسار هنا مشاهدينا الكرام وجائزة هذا الشوط سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. جور ما زال في المقدمة، جور يعلن حضوره هنا بالانطلاق مع مقدمة الشوط لغانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري. يا سلام هو من يسيطر مع البداية والمقدمة في الأجواء الضبابية مع الصدارة ومقدمة الشوط. وصول مع المركز الثاني ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم بهذا المسار مشكور، تعود ملكيته مشكور لراشد بن خلفان بالشاوي الغفلي. يا سلام من يقدم لنا مشكور في هذا الانطلاق والمسار. انتقل مباشرة إلى هذا القدوم والمسار والانطلاق، من يتقدم في هذه اللحظات مشاهدي الكرام من يصل مختار، تعود الملكية لمسلم بن محمد بن حمرور العامري. يا سلام من قدم لنا مختار، ولكن الواصل في هذه اللحظات والمنطلق مشاهدي الكرام من الجانب الآخر شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني. يا سلام ومن الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق والمسار وصل مشاهدي الكرام وانطلق اللي هو هنا يتقدم العابر، تعود الملكية لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. يا سلام الكل قادم بقوة، وصل زعزاع سيف بن بطيب بن سيف السبوسي. يا سلام ومن الجانب الآخر هنا يأتي الطيار أحمد بن حميد بن دويس الشامسي، وصل هنا وانطلق مع المركز الثامن يأتي ذباح خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العقمي. يا سلام أما تاسع المراكز الغزال سيف بن حمد بن صالح الظاهري. يا سلام الكل قادم، الكل يبي الفوز والناموس والانتصار، طعمه غير في هذا المحفل وفي هذا المهرجان. يا سلام نعود مع البداية، نعود مع المقدمة وما زال على الصدارة ومقدمة الشوط. جور جور مع البداية، معلن الحضور جور، معلن القوة والجدارة مع البداية ومقدمة الشوط. منذ الانطلاق مسيطر مع البداية جور، تعود ملكيته جور في هذا المسار هو الانطلاق. يا سلام ومن يقدم غانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري،
يقدم لنا جور مع البداية. المركز الثاني هنا السيار عبد الله بن راشد بن سعيد، يا سلام أبو دية هنا من ينطلق ويقدم لنا هذا المسار والانطلاق، وصل هنا وانطلق العابر، يا سلام التحركات بدأت تبدو، الكل بدأ يهجم، والانطلاق وين وصل اللي هو مختار مسلم بن محمد بن حمرور العامر، يا سلام، والعابر لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، ومن الجانب الآخر هنا ينطلق في هذه اللحظات مشكور راشد بخلفان بالشاوي الغفلي، يا سلام، والواصل ذباح خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي، يا سلام، هنا الانطلاق، هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا العرض الذي يقدمه جور، ما زال مسيطر جور، جور على البداية، جور مع المقدمة كيلو ونصف الكيلو عن الفوز يا أخوان وعن الناموس وعن السيارة. 1500 متر ما تبقى إلا القليل، المقدمة مقدمة والصدارة، جور مع البداية، جور مع مقدمة الشوط، يا سلام يا سلام يا جور، منذ الانطلاق مسيطر جور بهذا الحضور مع مقدمة الشوط ومع الصدارة والمركز الأول لغانم بن محسن بن فلاح الهاجري، يا سلام، ولكن مختار، مختار يا سلام قادم بكل قوة، وصلوا الجميع هنا وانطلقوا إلى الأمام، مختار تعود الملكية مسلم بن محمد بن حمرور العامري والعابر يعبر من مركز إلى مركز، يا سلام العابر جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، الكل بدي ينطلق، كيلو متر أخير، لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الانتصار، الواصل القادم راهي فيصل بن راشد بن سعيد النعيمي، يا سلام، أول إذاعة لراهي من يأتي مع المركز الرابع، المركز الخامس تقدم هنا وانطلق مشكور ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي، يا سلام، ولكن نعود، نعود مع البداية، جور مع المقدمة، كوكب ثلاثية من القعدان المهجنات الأصايل، هنا رباعية تشكل، ولكن العابر، عبر العابر إلى مقدمة الشوط، يا سلام، العابر هو المسيطر، العابر هو من يعبر بناموس هذا الشوط، ما زال مسيطر إن لم يكن رأي آخر مع مختار أو راهي، يا سلام، تحرك الجميع، انطلقوا انطلقوا هنا القعدان المهجنات الأصايل، ولكن وين الحبسي، هنا انطلق راهي، راهي انطلق إلى الناموس، إلى الفوز، إلى الإبداع، إلى الانتصار، يا سلام، فيصل بن راشد بن سعيد النعيم، يا سلام، في هذا الصباح سلام بنقول العين، سلام يا العين يا دار الزين، أسعد الله صباحكم على هذا الفوز والإبداع والانتصار، من يقدم هذا العرض ومن يأتي بهذا الانطلاق راهي، يا سلام، فيصل بن راشد بن سعيد النعيم، واسعد الله صباحكم وعلامة الجود على راسه، مشكور يا نعيمي، تهانينا هو الناموس على هذا الفوز هو الإبداع. المركز الثاني وصل العابر، تعود الملكية للعابر اللي هو جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. أما المركز الثالث كان من نصيب مختار مسلم بن محمد بن حمرور العام. للمركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام مشكور ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي خامس المراكز، وصل اللي هو في خامس المراكز مشاهدينا الكرام راهي لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا الفوز والإبداع والانتصار. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول اللي هو راهي فيصل براهي بن سعيد النعيمي، وفي انتظار التوقيت الزمني من المخرج العزيز أبو طلعة أسامة الهوار إلى الشكر والتقدير من يوافينا بالتوقيت الزمني في كل شوط. ها هو أمامكم راهي أثناء وصوله إلى خط النهاية معلن فوزه وإبداعه وانتصاره، ومهدي النعيمي هذا الفوز ومهدي أهالي العين هذا الانتصار في هذا الصباح. ها هو راهي قطع المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدره 9 دقائق 27 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام العابر لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري 9 دقائق 29 ثانية 5 من الأجزاء. أما في ثالث المراكز مختار لمسلم بن محمد بن حمرور العامر قدم عرض إشكال 9 دقائق 30 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد اللقاء والترحيب في صباح هذا اليوم في تواصل أشواط سن